ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. النار يعرضون عليها غدوا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالقدر. نفذنا نفذت إليه يا أخي، أنت رحت القمر. الكلام عن عذاب القبر برضو في آية صريحة عن آل فرعون، قال لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون، ده بيتكلم عن الفراعنة وآل فرعون، يبقى كان في عذاب القبر هو عرض مش إدخال في النار، لا عرض، لأن بيقول لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني إذا إدخال النار بيكون بعد قيام الساعة، لكن أثناء مدة القبر كلها اللي بيحصل عرض، يعرض على إنسان مقامه يعرف آخرته هتكون إيه، وده طبعا منتهى العذاب، لأن الواحد لما يشوف آخرته بالشكل ده ويشوف المقعد بتاعه في الجنة أو يشوف المقعد بتاعه في النار تفرق كتير، هتفرق كتير، يعني هيبقى نوع من كوابيس الهم بقى والمخاوف والخواطر السود والهواجس. فده هو عذاب القبر، عذاب القبر اكتشاف الحقيقة، والإنسان يرى مقعده ويرى مرتبته ويعلم منزلته ومصيره. فالقرآن فيه إشارات فعلا تؤكد استمرار الوعي، وعي الإنسان بذاته، وإن الموت مش نهاية القصة، بل على طول بيحصل استقبال ساعة ما الواحد يخرج من جسمه ويتوقف الاستقبال على مرتبة ومنزلة الإنسان، وبعد كده في القبر يستمر العرض، العرض لكن التعذيب لا. يعني عذاب القبر هو معرفة، عذاب معرفة، عذاب إدراك. إذن فعذاب الحياة الدنيا شيء، وبعد ذلك يأتي عذاب القبر. عذاب القبر هو فيه عذاب؟ قال لك آه، العذاب في القبر هو لون من عرض ما يعذب به الكافر. قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، قال لك لا مجال للعرض إلا في زمنين اثنين، زمن إيه؟ حياة الدنيا والموت. طيب أعرضوا على النار في الحياة الدنيا، أعرضوا يبقى بقي إيه؟ يبقى العرض في زمن الموت. فإذا الآخرة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يبقى إذن الآخرة محل الإدخال لا محل العرض. إنما العذاب قسمين، عرض ما يعذب به ودخول فيما يعذب به، ففي الآخرة دخول في العذاب وفي القبر عرض للعذاب. يقول له شوف الحكاية اللي بتنتظرك أهي. هم اعتمدوا على آية التعجيز، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فهموها غلط، هم تصوروا النفوذ من أقطار، النفاذ من أقطار السماوات والأرض هي القمر، الذهاب للقمر أبدا، ده القمر احنا لسه في الأقطار، القمر ده واحد راح مشوار الجيزة شبرا بالكتير، قمر جنبنا هو على مرمى حجر، ما هوش نفاذ، محتاجش الامر النفاذ من اقطار السماوات والارض. ده كلمه اقطار السماوات والارض، شوف كلمه سماوات، اقطار السماوات والارض معناها الزمان والمكان، انك تنفذ في الزمان والمكان وتبقى تروح ورا الزمان ورا المكان، يعني وده يحتاج انك تنفذ في السبع سماوات كلهم وتطلع منهم تروح بقى للعرش بقى والرحاب الالهي بقى والحاجات دي. فيعني ادي كلمه النفاذ من اقطار السماوات، وده معراج بقى، ده حاجه ما تحصلش الا بسلطان الهي هو اللي يسري ويعرج بعبده الى السماوات العلى فوق وينفذ به من اقطار السماوات والارض. كلمه نفاذ من اقطار السماوات والارض يعني تجاوزها كلها، ونفاذ من اقطارها وهي اقطار الكون هي زمان والمكان، فتروح ورا الزمان ورا المكان الى ما وراء الزمان وما وراء المكان. إنما تروح القمر ده ما فيهوش نفاذ من أقطار السماء، إحنا لسه جوه السماء الأولى، كمان إحنا لسه جوه السماء الأولى، سماء الدنيا، ومش رحنا لآخر السماء الدنيا، ده حاجة ده على يعني حاجة يعني حاجة على يمينك كده، فما هياش، وده على بعد إيه ثانية بسرعة الضوء، يعني حاجة ما فيش.
لما جه لا تنفذون الا بسلطان. اهو السلطان جه ونفذنا. نفذت ليه يا اخي؟ ده انت رحت القمر يا اخي، انت بتتكلم كلام عصري. الا بسلطان يعني سلطان السماء، وده احنا طلعنا القمر. القمر ماله مال السماء؟ ده القمر اقرب كوكب ايه يعني، لما بيخش سنتين ضوئيتين. ايه اللي جاب السماء هنا؟ يقول امال ايه الا بسلطان؟ ما هو سلطان العلم خلانا. وانه هو لو كان سلطان العلم كان يقول بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. قل انا لا افهم الاستثناء. الا بسلطان دي جايه ليه؟ لانه لو لم يقل الله هذه الايه ويستثني فيها الا بسلطان كان محمد صلى الله عليه وسلم حين قال صعد بي الى السماء كنا نقول له انت كذبت. حاشا ان يكذب، لان الله يقول لا تنفذون. فقول الله الا بسلطان اي منا، اللي احنا عايزينه يطلع نطلعه، واللي ما نعوزوش يطلع